سؤال بالفعل يطرح. صحيفة وول ستريت جورنال حاولت تقصي هذا الأمر، نقلت عن 3 مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن الرد قد يكون اليوم الاثنين. صحيح، يبدو أن كل الردود أصبحت معلنة في هذه الفترة. شبكة ABC نيوز الأمريكية كذلك نقلت عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش قدم للحكومة مجموعة من خيارات الرد على الهجوم الإيراني، هذا طبقا لحديثه بضربة عسكرية أو بدونها. بالفعل طبعا وكالة رويترز هي الأخرى حاولت معرفة تفاصيل هذه القصة، تحدثت لمسؤولين إسرائيليين قالوا إن الحكومة حكومة الحرب تفضل الرد على إيران، لكنها منقسمة بالفعل بشأن توقيت وحجم الرد. صحيح يا رويا. أما القناة الثانية عشر الإسرائيلية أوضحت أن المعسكر الأول هو معسكر الوزير بيني جانتس وزميله جادي آيزنكوت، كان يريدان الرد بينما لا يزال الهجوم الإيراني جاريا. المعسكر الثاني الذي عارض الاقتراح هو معسكر رئيس الوزراء طبعا بنيامين نتنياهو، وأيضا وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتي هليفي. في كل الأحوال يا روية، مكتب نتنياهو نفى هذا الأمر وقال بأن العكس هو الصحيح، هذا طبعا على الرغم من أن القناة الثانية عشر الإسرائيلية تمسكت بروايتها وتأكدت منها من 4 مصادر. بالفعل يا أسامة، لكن في كل الأحوال مكتب نتنياهو نفى هذا الأمر، قال إن العكس هو الصحيح على الرغم من أن القناة الثانية عشرة تمسكت بروايتها أسامة وتأكدت منها زي ما قلنا من 4 مصادر. صحيح. الحليف الأساسي لإسرائيل الولايات المتحدة قالت بأن الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا كيف ستكون الخطوة التالية.